احنا بنتكلم هنا على تقرير بريطاني بيقول ان العلاقة الحالية بين رجال الاعمال المصريين اللي شغالين في القطاع الخاص والقوات المسلحة ليها ثلاث مسارات. يعني رجال الاعمال اللي بيتعاملوا مع الجيش في المشروعات واحد من ثلاثة، يا اما رجال اعمال بيوافقوا ان هم يدخلوا في شراكة اقتصادية خسرانة مع الجيش، فهو بيدخل بيوافق على الشروط اللي الجيش عايزها وبيقول امين وخلاص والجيش يديله الفتات فبيخسر وما بيشتغلش وما بيكسبش فالقطاع الخاص ده بيتدمر، فده رقم واحد. يا اما التاني بيتفرض عليه شروط سيئه جدا فاما بيرضخ ليها النوع الاول او يتم اخراجه من المشروع بيقول لا فبيخرج من المشروع ما بيشتغلش، واما التالت اللي بيدخل في مشكله فبيتم محاسبته عن طريق ملاحقته قضائيا وان هو بيتدمر وما صفوان ثابت منا ببعيد. فاحنا عندنا رجال الاعمال رجال القطاع الخاص في مصر مع القوات المسلحة المصرية. التقرير الإنجليزي ده بيكشف ثلاث حاجات، يا إما أنت بتدخل في شراكة خسرانة مع الجيش، يا إما بيخرجوك من المشروع خلاص ما أنت مالكش فيه، يا إما بتتحاسب من قيادات الجيش دول وبيتم ملاحقتك قضائيا. فدي كارثة سودة الحقيقة، بتخلي القطاع الخاص مش موجود أصلا. يا عم طب خلاص يا عم إحنا لا عايزين حاجة منكم ولا أي حاجة، سيبونا في حالنا وخلونا ناكل عيش في حتة تانية بعيد عنكم وربنا يوفقكم، يعني بارك الله فيما رزق، روحوا اشتغلوا في العقارات، اشتغلوا في بيلدينج، اشتغلوا في الانفراستراكشر، اعملوا اللي انتوا عايزينه بس سيبونا ناكل عيش خلاص، حلو عننا مالكوش دعوه بيه. فطبعا ده بيدمر القطاع الخاص بشكل كبير، ولذلك يزيد صايغ قال انه لا لازم القطاع الخاص يقف على رجليه، لازم يحصل تقويه للقطاع الخاص.